20 سنة في موريتانيا وعلاقتي بموريتانيا عدت واحد من موريتانيا عدت موريتانيا والحمد لله الآن الموريتانيين تيقولوا لي أنت ما بقيتيش مغربي أنت عدتي موريتاني. جيت لهذا البلاد منذ 20 سنة الحمد لله وأسس هذا المشروع ديال الزراعة لا بيبينيير والحمد لله وتنشتغل فيه الحمد لله مزيان والحمد لله أصبح بشوي بشوي وأصبح مشروع الحمد لله لا بأس به.